السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. معاكم محمد حمدي، شركة اي جي ارتس للطباعة المائية. الفيديوهات اللي فاتت كلها اتكلمنا كتير عن مجال الطباعة المائية ومشروع الطباعة المائية، وعملنا فيديوهات كتير كورسات وشروحات لمجال الطباعة المائية، وناس كتير سألتنا عن مجال الطباعة المائية وازاي تقدر تبتدي المشروع وازاي تقدر تدخل المجال، وناس كتير طلبت مننا دراسة جدوى عن المشروع. في بداية الفيديو حابب طبعا ان انا اشكر الناس اللي دعمتنا، وشكرا جدا لدعمكم، بجد شكرا شكرا شكرا. وانا النهاردة جاي في الفيديو ده عشان اقدم لكم دراسة جدوى كاملة عن مجال الطباعة المائية وازاي تقدر تبتدي مجال الطباعة المائية، مقدم من شركة اي جي ارتس للطباعة المائية. عشان تدخل مجال الطباعة المائية محتاج يكون عندك شوية حاجات، الحاجات دي كلها طبعا احنا اتكلمنا عنها في الفيديوهات اللي فاتت، بس انا هوضحها باستفاضة شوية في الفيديو ده عشان تعرف ايه اللي انت محتاجه عشان تقدر تبتدي بيه مجال الطباعة المائية. مجال الطباعة المائية محتاج يكون عندك اول حاجة طبعا الخبرة والتدريب والدعم الفني، وده طبعا احنا بنوفره لك في شركة اي جي ارتس. زائد كمان لازم يكون عندك حوض الطباعة المائية اللي بتقدر من خلاله تبقى عندك مشروع قائم، تقدر تشتغل في اي حاجة وتبقى جاهز للشغل. ويكون عندك كمان افلام الطباعة المائية اللي هي الاشكال الديزاينات اللي احنا بنشتغل بيها على المية عشان ننقلها على القطع بتاعتنا او نطبع بيها اي حاجة احنا هنشتغلها. زائد كمان يكون عندك المنشط، ويكون عندك كومبروسر، ويكون عندك مسدسات الرش. كل الكلام ده النهاردة انا هقدمه لك في الباكج مقدم من شركة اي جي ارتس. الباكج عبارة عن حوض الطباعة المائية الاوريجينال مقدم من شركة اي جي ارتس. الحوض مقاسه متر في 2 متر، حوض اوريجينال مصنوع من الحديد المجلفن تمام متشطب ضد الصدى، مع لوحة تحكم كاملة، موتور واحد حصان، قوة تسخين 4 كيلو، وحدة فلتر داخلية، مكونات الحوض كلها داخلية مفيهوش أي حاجة لطش. ده بالنسبة لمقاس الحوض الأوريجينال عندنا، وده طبعا مقاس ممتاز جدا وأنا بنصح بيه أي حد إنه يبتدي بالمقاس ده. وكمان إحنا عندنا حاجة مميزة جدا، إن أنت فيما بعد لو حبيت إن أنت تكبر مقاس الحوض إحنا بناخد منك الحوض القديم وبنديك حوض جديد طبعا مع فرق السعر. زائد كمان ان احنا بنديك مع الحوض 100 متر مربع من الافلام اشكال مختلفة. طبعا عندنا تشكيل كبير جدا 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 من الاشكال، وهسيب لكم رابط التشكيل بتاعنا في وصف الفيديو. كل التشكيل ده معروض عندنا في المعرض، شغل مطبوع فعلي، تقدر حضرتك تشوف الجودة بنفسك وما تدفعش جنيه الا لما تشوف جودتنا. زائد كمان بنديك مع الفيلم المنشط، وكمان بنديك كومبروسر 50 لتر طبي صامت عشان لو هتشتغل في اي مكان ومش عايز الصوت يزعجك او يزعج الناس اللي حواليك. زائد كمان بنديك 3 مسدسات رش احترافي لزوم الشغل، وكمان معاهم الخراطيم والوصلات. بالنسبه للتدريب العملي، التدريب بيبقى في مصنعنا، ما بتطلعش من عندنا من المكان. لو انت مبسوط بشغلك شغال بايدك من الالف للياء، اهم حاجه بتمشي من عندنا وانت مبسوط بشغلك. بالنسبه لوقت التدريب، وقت التدريب بياخد يوم او يومين طبعا حسب استيعاب المتدرب، لكن وعدنا ليك ان انت ما بتطلعش من عندنا من المكان الا وانت شغال بايدك من الالف للياء، وده طبعا اهم حاجه في المجال. بعد كده طبعا بنقدم لك الدعم الفني، مهم جدا الدعم الفني، وده طبعا احنا بنقدمه لك من خلالنا، دعم فني احترافي بفضل الله. اي حد داخل المجال لازم اول حاجه تدور على الخبره، لازم يكون عندك ظهر قوي في مجال الطباعة المائية تقدر تسند عليه، ويقدر كمان يقدم لك دعم فني قوي تقدر تعتمد عليه. ده كده يبقى الباكج كامل، مشروع كامل متكامل تقدر تبتدي من بكرة، بداية ممتازة جدا. تقدر تبتدي بالباكج اللي انا قلت عليه ده، حاجة يعني ممتازة جدا تقدر تبتدي بيها، انسب حاجة واجود حاجة وارخص حاجة، ودي تبقى معادلة صعبة احنا الحمد لله حققناها. تقدر حضرتك تبتدي مشروعك من بكرة مع اي جي ارتس. بنقدم لك حوض الطباعة الاوريجينال متر في 2 متر مقاسه، زائد كمان ان احنا بنديك 100 متر مربع من الافلام اشكال مختلفة، عندنا تشكيل كبير جدا تقدر تختار منه، زائد كمان ان احنا بنديك مع الفيلم المنشط، زائد كمان ان احنا بنديك كومبروسر 50 لتر وثلاث مسدسات رش احترافي، ومعاهم كمان الخراطيم والوصلات بتاعتهم، زائد كمان التدريب العملي في مصنعنا. وزي ما قلنا التدريب انت ما بتمشيش من عندنا من المكان الا وانت شغال بايدك من البدايه للنهايه مبسوط بشغلك، وده طبعا انا بركز على نقطه مبسوط بشغلك دي، لان فعلا احنا مش هنمشيك من عندنا الا وانت باذن الله مبسوط بشغلك. وبنقدم لك كل حاجه في المشروع، وسعر باكج ممتاز جدا جدا تقدر تبتدي بيه مشروعك من بكره. عشان تسال على سعر الباكج ممكن تتصل بينا على رقم التليفون الظاهر على الشاشه 0152 79 600. اسال على الباكج الاقتصادي، ده اول باكج تقدر تبتدي بيه. طبعا ناس كتير هتسالنا ليه احنا مش سايبين اسعار في الفيديو، طبعا الفيديو مستمر لكن الاسعار متفاوته، يعني ممكن النهارده غالي بكره رخيص، بكره غالي النهارده رخيص، طبعا الاسعار متفاوته فمش هنقدر نسيب اسعار في الفيديو. تقدر تتصل بينا على رقم التليفون 0152 79 600.
هتلاقينا ان شاء الله بنجاوب على اي سؤال انت يعني اي سؤال يخطر في ذهنك حضرتك تقدر تتصل بينا، اي استفسار اي حاجه انت محتاجها عن المجال تقدر تتصل بينا في اي وقت على رقم 01-52-79-600. وفي نهايه الفيديو حابب ان انا اشكر كل الناس اللي دعمتنا في القناه وكل الناس اللي بتشجعنا وبتحفزنا، بصراحه يعني بتشجعوني جدا وكل الشكر ليكم. وبس كنت معاكم محمد حمدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.